بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدين في كل مكان، معكم برنامجكم والحلقة الجديدة، برنامج ميكروفون العراق. أهلا وسهلا بكم من جديد، ومعي ومعكم أخونا وعزيزنا الحاج أبو رضا الساعدي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حجينا أبو رائد الورد، حيا الله الجمهور الكريم في داخل العراق وفي خارج العراق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني وأعزائنا المشاهدين، نعتذر عذرا شديدا بما كأنه كانت الحلقة يوم الثلاثاء فتأجلت بسبب الظروف اللي يعرفها المشاهد الكريم، فإن شاء الله نعتذر منهم. وإن شاء الله اليوم حلقتنا يعني بصراحة استجدت أمور كثيرة في العراق، وأجلنا حلقة اللي تحمل عنوان أنه الحدود بصراحة، والحدود البرية والجوية والبحرية، فكنا على أساس نسلط الضوء عليها. ولكن الأهم اللي صار أنه حدث بصراحة فتشي أنه هذا في صميم العقيدة وفي صميم الدين، وهي سلب حرية التعبير الإنسان الشيعي أو الرافضي بصورة خاصة عن التعبير بحقه، يعني بحقه أنه يتولى من ويذم من. يعني إحنا نعرف كل الزين، إحنا عندنا مناسبات كثيرة، خاصة الشيعة عندنا مناسبات كثيرة. من أحد المناسبات عندنا مناسبة استشهاد الزهراء سلام الله عليها، يعني لما نجي الخطيب يصعد على المنبر ويتكلم على ظلامة الزهراء، ما لحق أنه يتكلم ويقول أن أبا بكر هو اللي هجم على الدار وحرق الباب، لأنه هذا يمس في عقيدة الآخرين. واللي علمنا أخيرا أنه يريدون أنه يمرروا قانون بالبرلمان أنه يجرم من يحمل هذه الأفكار أو يتعرض إلى رموز الغير. فإن شاء الله راح نكون وياكم على مدى ساعتين، ويا ريت أنه نطلب من الأخوة المشاهدين المشاركة، والمشاركة تعني أنه نصرة آل محمد عليهم السلام، وإرسال فيديو دقيقتين يعبر عن رأيك أنت كشيعي رافضي، عبر بما في داخلك. احنا نستمر وياكم ممكن حلقتين ثلاثة أربعة، لأنه موضوع مهم وموضوع في صلب العقيدة. فإن شاء الله راح نتوفق احنا واخونا الحجي أبو رائد. الله يسلمك. تفضلوا حجينا أبو رائد. يسلمكم ويرعاك أخوي العزيز أبو رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي المشاهدين الكرام، مجددا نعود لكم ونذكركم بعنوان حلقتنا هذا اليوم. العنوان عقائدي، هو إن شاء الله سيكون بحثا واستنكارا ومعارضة للمادة 13 اللي على أساس يصوتون عليها ويقروها في الدستور العراقي. وطبعا الرافضة الأحرار شيعة العراق وشيعة العالم، رافضة العالم في كل مكان يستنكرون هذا ويعترضون عليه ويقفون وقفة رجل واحد لمنع هذا القرار أن يسن وأن يقر في الدستور وفي البرلمان والدستور العراقي. حكمة مثل ما تعودنا كل حلقة حكمة فيها، وحكمة هذا اليوم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم واحدة كلها في النار. انتبه أخي العزيز العزيز المشاهد الكريم، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلها في النار غير واحدة. قال:
قيل يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال هو ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي. سلام الله عليك. حديث واضح وصريح، أنا وأهل بيتي. إخواني الأعزاء المشاهدين الكرام، حديث الرسول صلى الله عليه وآله وأحاديث أخرى كثيرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي: يا علي أنت وشيعتك الفائزون، يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور، يا علي أنت وشيعتك. كثير من الأحاديث تصف أمير المؤمنين علي عليه السلام وشيعته هم الناجون هم الفائزون. وهذا الحديث اللي أمامكم حكمة هذا الأسبوع هذه الحلقة تلوناه عليكم بصراحة، وكلكم تعرفوا حافظيه، وأيضا إلى التكملة، والتكملة محذوفة في بعض الموارد، أنه حتى أنه وتختلف من يدعون مودتنا على ما مضمون على ما أتذكره، أنه من يدعون مودتنا 12 فرقة أو 13 فرقة كلها في النار وواحدة ناجية. نعم يدعون مودة أهل البيت عليهم السلام. وبصراحة هذه الأحاديث الكريمة والشريفة وآيات قرآنية أيضا عظيمة موجودة تنص هذا النص، وأيضا آيات قرآنية كالآية العظيمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا حقيقة وعد من الله جل وعلا، وهذا تحذير أيضا، وهذا إخبار أيضا. ولكن نعود ونذكر ونقول حلقتنا هذا اليوم اللي مثل ما تفضل أخوي أبو رضا وذكر بها، أنه التفاعل ويانا ويا هذا برنامجكم برنامج ميكروفون العراق، أنه إن شاء الله ما تقصرون في إرسال تسجيلاتكم بمقاطع الفيديو اللي ما تتجاوز الدقيقتين، ارسلوها على الرقم اللي ظاهر أمامكم على الشاشة حتى نعرضها، تبدي بها رأيك ومعارضتك أو موافقتك، وأنا أدري بكل رافضي معارض لهذا، واللي ينزلنا مقطع وموافق أيضا نعرضه حتى نشوف علاجه. ليش موافق؟ موافق لكبت الحريات، موافق لكبت الآراء، موافق لعكس ما جاءت به الحكومة الجديدة تحت شعارات الديمقراطية. وين الديمقراطية؟ وأي ديمقراطية؟ ديمقراطية تفتح البارات ودور الدعارة وتفتح الملاهي وتفتح جميع المنكرات تحت عنوان الديمقراطية والحرية، وتمنع التعبير عن الفكر الإسلامي الحق، وتحت هذا المنع أيضا تحت عنوان الحرية والديمقراطية. أي حرية؟ أي ديمقراطية؟ أي قوانين جائرة تريد تطبقها علينا وللآخرين اللي في طريق الشيطان تسمح لهم بها وتدعمها وتعطي موافقات في فتحها، وزودت عليها أيضا حتى صار التجري على حرمة شهر رمضان واللي احنا قادمين عليه، حرمة شهر رمضان تحت شعار الحريات المكذوبة اللي سويتوها ودا تعملون بيها، انه البارات نستجير بالله او حانات الخمور او محلات الباعة للخمور تبيع في شهر رمضان، وفي بغداد في عاصمة الإمام الكاظم سلام الله عليه والجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام تحت شعار الحرية والديمقراطية، وينمنع صوت الجهر بمعاداة أعداء الله، أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، أعداء فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه باسم الحريات باسم الديمقراطية تريد تمنعها، هيهات هيهات هيهات. يعني بالعراقي نقول له شوف وراء إذانك أقرب لك، أو تشوف نجوم الظهر أقرب لك. لا راح تقدر إن شاء الله بسواعد الرافضة الأبطال
اللي راح يوقفون وقفة وبينت وقفاتهم. نعم. وراح نشوف شلون بينت وقفاتهم في معارضة هذا المشروع الجائر الجاهل اللي لا يمت على بثقافة أو نهج إنساني بصفة. لك حجب رائد، يعني أنا أتذكر أنه إحنا ربينا وعينا أنه السقيفة لعنة الله عليهم، أصحاب السقيفة في بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله اجتمعوا حتى أنه أخذوا الخلافة إلى أبو بكر لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. فالآن اللي قاعد يصير حجينا أبو رائد نفس الوضع. الآن أنا أشبه هاي الحكومة بحكومة السقيفة. نعم. حقيقة ليش في حكومة السقيفة؟ لأنه هسه المشاهد يعرف، وخاصة إحنا بالعراق، يعني إحنا هسه تربينا وعرفنا منه هن، وبدأوا شوي شوي هم يريد يرجعون مثل ما كان صدام. صدام كان في السابق يفرض علينا أمور كثيرة بصراحة، يعني كان هو مسيطر على الوضع بأكمله، كان قبضة من حديد، قابض الحريات والهذا. بدون حريات هو الإنسان ما خالص من صدام. اللي أرد أقوله بصراحة أنه إحنا بالفترة الأخيرة بدأوا هم يشتغلون شوية شوية، البكرية والعمرية والذول اللي مندسين من الشيعة في الحكومة، شلون يشتغلون؟ بدأوا بالمناهج الدراسية حجينا أبو رائد، بدأوا بالمناهج الدراسية يدخلوا لك أبو بكر هكذا، عمر هكذا رضي الله عنه كذا، ما أعرف شون عائشة أم المؤمنين. فبدأوا إحنا بصراحة قناتنا يمكن القناة الأولى اللي حركت بعض الخطباء على المنابر الحسينية أنه اتطرقوا إلى موضوع المناهج الدراسية بالعراق. الآن اللي قاعد يصير واللي يريد يسوونه هسه بالجديد، أنه إذا واحد سألك شنو أسباب حرب الجمل، شو تقول له حجينا براد؟ شو تقول له شنو أسباب حرب الجمل؟ يعني عائشة كانت جاية في نزهة إلى الجمل في البصرة، لو كانت جاية قائدة جيش وكذا، لا ما يصير تتكلم عليها، لأن هذه أنه رموز الآخرين. يعني يا رموز يا آخر، لا واتكت لك النوب أنه يجرب وينحكم 3 سنوات و10 مليون دينار. بس احنا يمكن كثير من الأخوة بالعراق ما مطلعين على هذا القانون، بس إن شاء الله نوقف لوقفة رجل واحد ورافضة واحدة وما نخلي يمر علينا القانون. يعني بصراحة جائر 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 بمعنى الكلمة. يعني شنو الضرر؟ يعني أنا دارد أعبر عن حريتي، أنا حريتي أقول أنه وأنا أريد أسوي هذا القانون حتى أكبل حرياتك وأكبل إيديك وحقيقة أوقفك عن الكلام وعن التعبير وعن عن التأليف وعن كل شيء، حتى عن المنبر بالخطابة ممنوع. تقبلني حجينا؟ حجي هما أكو شيء ما صادره بصراحة، خلينا نكون صريحين. نعم. إحنا ويا الشعب. نعم. هسه قدامنا التلفزيون الناس قاعد تباوعنا. نعم. أريد من المواطن الكريم اللي يشوفني الآن إذا أنا غلطان يرد علي، عندنا تليفونات على الواتساب، اللي ما متمكن وما عنده مثلا رصيد لو شيء على الواتساب، وعندنا رقب أرضي هم يقدر يتصل والدقيقة ما تكلفه. أرد أشوف العراقي شنو بيستفاد من هاي الحكومة؟ لا خدمات، لا أمن، لا يعني بصراحة عيشة يعني حتى أبو الصومال عايش أحسن من عندنا، حتى الكرامات الإنسانية كرامة راحت بعد فوقها. حجي شي يردون هذا الصوت. نعم. يعني انت حتى يسكتوك. يعني احنا اكو مثل قبل كان شي يقول صدام كان حاط بحلق نقطنا، لا لا طلع عليها، عرفت شلون؟ ما يقدر واحد يحكي. طلعوا الجماعة القطنة وخلوها بذاناتهم. ها ليش بذاناتهم؟ حتى ما يسمعون الكلام، حتى لا يسمعوك ولا يمك لو هسه ايش ما تسوي. يعني منا شعبنا مع الاسف ملتهينا بالنزاعات العشائرية من جهة، والمدري شنو من جهة، والناس من جهة، واليومية جايب لك بس حب. أخوي حج أبو رضا الشعب واعي، وخصوصا أكيد وخصوصا طبقات الرافضية الشبابية، حقيقة شبابنا واعي، وانت دا تلاحظ على القنوات وعلى حقيقة على الفيسبوك وعلى بعض الجروبات وعلى تويتر، وين ما تراجع في شبكات التواصل الاجتماعي
تشوفهم حج أبو رضا يعني مشعولين ثورة بركانية بصراحة، ودنشوف ونشاهدهم البارحة بغداد انترست شعارات رافضية بلعن الطغاة أصحاب السقيفة أبو بكر عمر عثمان عائشة، ورفض لهذا البرنامج هذا القانون أو هذا المشروع اللي قرار 13 الجائر، فرافضي رفض قطعي، وبوسترات سووا عليه وسحقوه بأحذيتهم وحرقوه. وبصراحة أكو ثورة رافضية بصراحة، المنشغلين وراء الدنيا موجودين وقليلين، بس هم دا يتابعون ويشوفون. احنا منا أنا من هاي القناتين، فدك وصوت العترة، قناتي العقيدة، قناتي الصراحة، قناتي اللا تقية. نعم نحن نعترف بأن التقية موجودة وهي رخصة، وعن أهل البيت سلام الله عليهم هي رخصة، وهي نستخدمها أو هي استراحة محارب. أحسنت، استراحة المحارب. نعم. وأيضا أن الإجازة في استخدامها في بعض المواطن، وتكون حرام علينا في مواطن أخرى، ونكون في حرام علينا في مواطن إذا ما استخدمناها. الآن هنا وين التقية؟ وين التقية ونهج فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وخط الزهراء سلام الله عليها، ونهج أهل البيت يريد يمنعك منه ويريد يحاربك به، وراح توصل يعني حجي بين كلامك هاي اللي قاعد يصير بالعراق وهذه القوانين، إيش معنى بس على الرافضة وعلى الشيعة بصراحة؟ إيش معنى يعني؟ أرد أفتهم أنا ليش بس الغضب والقرارات الجائرة تيجي فقط على الشيعة؟ يعني ما جاي أشوف أنه أكيد هذا التحريك من آل سلول، أكيد هذا التحريك لأنه الشيعة مع الأسف بالحكم صاروا مبطاحيين يوم عن يوم، إيش ما يملون عليهم ينفذوا لهم. ولهذا السبب وصلنا يعني حتى هذا محمد بن سلمان قبل كم يوم لما ظل يتكلم على الإمام الحجة، ليش ما سوى قانون عليه؟ إيش معنى إحنا بس على الفقير؟ إيش معنى إحنا ليش يعني حرياتنا؟ يا هل المعتقد مالنا رخيص ومعتقدهم غالي؟ لا وألف لا. نعم. راح نوقف وقفة واحدة إن شاء الله، ونريد من الأخوة بالعراق أنه ما يسكتون، وبصراحة لأنه إذا سكتوا ومرروا هذا القانون راح يطلبون بعد أكثر، حتى بعد يومين يطلبون ما نقرأ دعائكم لأن بيلعن الأول والثاني والثالث. أكيد راح نوصل هيك مرحلة إذا ما نحارب ونوقف وقفة واحدة ونوصل صوتنا. احنا نقول لك هاي قناة موجودة أبو رضا، إذا عندنا بعض الصور وبعض المشاهد وبعض الفيديوهات نعرضها، أو نفتح الاتصال، شنو رأيك؟ اتصال خليه مفتوح حجينا. إذا جانا اتصال رأسا نعم المخرج يسمعنا، إذا يفتح لنا الاتصال حتى نخلي جمهورنا الكريم يشاركنا، لأن هذه الحلقة مهمة جدا تخص العقيدة. يعني بصراحة تفدى بالدماء، تفدى بالأرواح العقيدة. العقيدة يعني بصراحة إذا مست ومنعنا منها بعد شنو حياتنا؟ وين الشعار هيهات منا الذلة؟ يعني وهل توجد ذلة بعد هذه الذلة؟ يقول لك لا تلطم على حسين، هذا شنو شعار غير حضاري؟ أكيد أكيد أكيد، لأنه ما طول سكتت. أكيد أبو رضا أو الأخ المشاهد الكريم اللي معاشر أيام الطاغية اللعين، ابتدى من منع الناس من إقامة العزاءات، وابتدى بأرقى شعيرة التطبير على الحسين عليه السلام، شعيرة صباح عاشوراء، شعيرة التطبير المقدسة المباركة، البيعة بالدم للإمام الحسين عليه السلام، بدأ بمنعها اللعين هو وحزبه اللعين، بدأ بمنعها من القمة حتى منع من بعد الزنجيل، حتى بدت من بعد عزاء الردات الحسينية، وحتى بدت استمرت إلى منع التواجد بالحسينيات وإقامات العزاءات، حتى منع الطبخ، حتى منع توزيع أقل شيء الماء والشاي، حتى منع وصار اللي يريد بالأخير يسوي له مجلس
حسيني في بيته لازم يراقب الجوارين، يراقب يمنه ويسره، ويوقف براس الفرع واحد، ويوقف واحد لاخ منك، ويسوي تمويه على انه عندي احتفال او عندي شيء او عندي مناسبه، حتى الامن والمكافحه والاجرام والحزبيين اللعناء اللي كانوا يمنعون. عفوا حجي ناب، هالفكره العراقي عاشها، واللي يقول هذا ما كان وكنت انا اسوي وكان هذا موجود، خليه يتصل وخليه يقول لي شو وقت وين. نعم هذا صار رغم عن انف الطغاة من بعد ما الانتفاضه الشعبانيه المباركه عام 91 اللي قام قاموا بها الشباب الرافضة الأبطال من البصرة أقصى جنوب العراق إلى شمال العراق، لما صارت هاي الانتفاضة وكسرت أنف الطاغية ومرغت أنفه بالتراب، وبصراحة من بعدها انكسر حاجز الخوف، والشباب الحسيني قام يسوي الشعائر الحسينية وقام يسوي العزيات وقام يسوي المجالس رغما عن أنوف البعثية. واحنا مننا راح نسأل ان حقيقة نساويهم ونقارنهم. يا بعثية اليوم، يا بعثية اليوم، اياكم ومس الشعائر والعقائد، فإن الرافضة يأبون، لأنه قدمنا وقدموا قافلة أو قوافل من الشهداء ومن السجناء ومستمرين، فإياكم أن تلعبون هاي اللعبات وتبدون بالقمة، تبدون بالقمة، قمة المنع، وبديتوها وجربتوا لما ردتوا تسوون تهريج وتأجيج آراء حول التطبير وشعيرة التطبير، وشفتوا شعيرة التطبير والشعار الحسينية تزداد متقل، والعشر تالاف صار مية، والمية صار مليون، والموكب صار ألف، والألف صار عشر تالاف موكب، موكب تطبير أقوله، وشعائر أخريات كالزنجيل والتشابيه ويطلع سفيه يجي يقول لك الشموع وتعلق شموع، ويصف اللي يعلق شمعة، ويجيبها يربطها بالبنات والولد، وهالشغلات اللي سخيفة مثل ذكرى السخيف على المنبر الحسيني، يجي ينال من شعيرة الشمعة وغير الشمعة بهذه الشعار الحسيني يستمر. وقام دين محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، والخط الحسيني والنهج الحسيني، أنت منو حتى تمنع؟ أنت منو حتى تنتقد هذا الانتقاد الأهوج اللي مثلك؟ بصراحة انتقد وصحح وروح ربي وثقف في طريق الحسين، واللي تسميها تهذيب الشعائر، الشعائر مهذبة، الشعائر مهذبة، وروح حارب اللي يوضع بالشعائر بعض الموسيقى الحرام اللي دا تسويها دولتك البائسة، ودا تجيب لنا شعائر حسينية تدعي انها شعائر حسينية بائسة. احنا نقول عفو، الفكرة انه ضمن الشعائر الحسينية ضمن المعتقدات، هنا راح تجي وتوصلها لنا لما تريد تقر السن وتقر هذا القانون او هذا القرار اللي 13، تريد تمنع كل الحريات من ضمنها الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية تعبر عن رفض كل ظالم من السقيفة الى ظهور الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه، حيث يسود تسود الارض العدل. هو بهذا التاريخ من السقيفة الى الظهور ظلم كثيرين، ذهبوا وولوا الى مزابل التاريخ، وسيأتون وموجودين حاضرين. هذا القانون والشرع قانون الله، وقانون القرآن، وقانون محمد وآل محمد، والقوانين العرفية الوضعية، قوانين دول العالم كلها تجوز أن تعبر بسلمية عن رأيك وعن معتقدك الفكري باللسان وبشاشات التلفزيون بالصورة والصوت وبالكتابة وبالمنبر وبكل المحافل. أفكار، معتقدات، آراء مضمونة لي التعبير عنها والتصريح بها، كل قوانين العالم تضمن لي إياها وتضمن حقوقي. وأنا عندي حتى أيضا من الدستور العراقي الحالي موجود هذه الفقرات، يمكن أعتقد الفقرة 38، وراح أقرأ، راح أراويكم إياها الآن وتشوفوا. أيضا عندنا موجود هذا، تحترم
وتسمح لي بحرياتي بالتعبير بكل الوسائل. انت من جبت لي هاي اللعبة الجديدة؟ وعلى المثل العراقي، خلي شوي نروح على المثل الامثال العراقية، احنا عراقيين وبلدنا العراق وما نسمح بالعراق مثل هاي الترهات وهاي بصراحة القوانين الجائرة. وتجينا يقول من جبت لي هالملاعيب الجديدة؟ جاي العفو اتصال ويانا اخونا ابو محمد. تفضلوا. الاخ ابو محمد من بغداد، سلام عليكم. انقطع الاتصال. الاخ عبد العزيز من السويد، اهلا استاذ عبد العزيز، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لمشاهديكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عبد العزيز، شلون صحتكم؟ نعم أستاذ، الله يسلمكم. أنا أتكلم ب بس يا ريت صوتك لو تعلي شوية. صوتك ناصي أستاذ عبد العزيز. المخرج خاف هنا عندنا. الآن جيد؟ شوية. الآن صوتي جيد؟ الأخ المخرج الصوت عندنا ناصي. جيد جدا. جيد الصوت؟ تفضل الآن جيد، تفضل نسمعك. نعم أنا اسمحوا لي أن أتكلم بفقرتين أو مفصلين بما يتعلق بما تتطرقون إليه. الموصل الأول أريد أن يعني فقط يسمح لي الأستاذ الساعدي أن أجاوبه. قبل قليل تساءل وقال لماذا تطبق القوانين فقط علينا نحن الرافضة، نحن الشيعة؟ هي الأسباب يعني أتصور أنها يعني واضحة لي وله ولجميع العراقيين. الحقيقة هناك مشكلة كبيرة نحن نغفلها تارة ونسكت عنها تارة أخرى ونهملها أياما وسنين وشهور. المشكلة هي هناك نقص بالانتماء، وهذه حقيقة. يعني أنا سأتطرق وسأقول بعض الكلمات التي أؤمن بها، أرجو أن نكون يعني وسيعي الصدر ونتقبل كله، ومن له تعليق أو يعارضني الرأي فله ما شاء. أحسن. حقيقة أنا كشخص عراقي مواطن، أنا خرجت من العراق في أيام المقبور الطاغية، ولم يخرجني هو ولم يخرجني أحدا من الغربية. وهذا ليس يعني أمدح الغربية أو هم كل من على شاكلة صدام فهو مجرم مثله. أحسن. لكن أنا هربت من شيعي، كان هذا الشيعي منتسب إلى حزب البعث وضايقني واتهمني وعمل ما عمل بي. نعم. وهربت منه، وامثالي كثيرون. صحيح. ومن كان يجني على الشيعة هم شيعة، وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية. نعم. إذن هناك مشكلة في الشخصية الشيعية. نحن نجد أن التاميل في سريلانكا قد قارعوا الحكومة لأنهم يدافعون عن التاميل. نعم. الروهينجا. نعم. والهوتسو والتوتسو في أفريقيا وما إلى ذلك من تسميات وطوائف عدة، السيخ. نعم. وعد حدث ولا حرج. نعم. إلا الشيعة كانوا مع جلادهم ضد أبناء جلدتهم. نعم. هذه مشكلة كبيرة أخ عبد العزيز. أخ عبد العزيز بعض، لأنه البعض ترى مو كل الشيعة. احنا كنا مضطهدين في كربلاء، كان اكو نعم شيعة بعثيين مجرمين حالهم حال المجرمين اللي الصداميين اللي بالغربية. نعم تفضل. مع احترامي لرأيك يعني أنا أرجو أن نبتعد عن التسطيح. إذا كنا ننظر إلى 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 ما جرى بهذه الزاوية فهذا تسطيح. لا العفو، ليس تسطيح، وإنما البعض. يعني إحنا في كربلاء مثلا إذا أخذ لك ونزغر الأمر، مثلا نأخذ محلة واحدة من محلاتنا، يعني إحنا عندنا مثلا كل دربونة، إحنا ما نسميها لو عقد لو دربونة، كل دربونة عندنا 2-3 معدومين، وهاي المحلة كلها بيها 3-4 حزبيين. فإذا يعني مو الكل بس دولة. لا ممتاز. بلي. لا ممتاز 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 أخي، أنا أقبل رأيك، ولكن انظر لو تبحث عن ما هي المشكلة. صحيح أن البعض منتسب. نعم. ولكن لماذا أعدم الآخرين؟ لأن أخوته في البيت، زوجته، أمه، أولاد عمه لم يدافعوا عنه. أحسنت هنا أنا أحسنت. يعني نعم أيدك. لا تقل بعضهم إيه؟ قد تلطخت أيديهم بالدماء وبعضهم جبن وسكت. أحم الله لك. أحسنت. نعم يعني اتفقنا. أرجو أن تتقبل كلمات. بالعكس تفهمني. أنا أتكلم بحرقة قلب. نعم. ولمست ذلك وعشته.
أحسنت. اسمع أخي، أخي الآية القرآنية يقول لا، إن الله لا يرى ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنت. إن كنا نريد أن ندافع عن أنفسنا فقط فهذه مجافات للحقيقة. نعم ندافع عن أنفسنا في 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 مفصل، ونذم أنفسنا في مفاصل. أكيد. ولو كنا غير ذلك لما يعني استحقينا أن 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 نطعن بما حدث ونقول ماذا جرى، ودائما نتنادى يعني دائما نقول نحن مظلومين. لماذا نحن مظلومين؟ حتى أن هناك مقولة أصبحت كالقاعدة الأساسية عند الشيعة. اللهم أمتني مظلوما وليس ظالما. لماذا يا أخي تموت مظلوما يا أخي؟ كن حرا لا ظالما ولا مظلوما. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. أنا يعني لو تطرق هذا الموضوع ستأخذ حلقات وحلقات، سأختصر وأكتفي بهذا القدر. أكيد هذا هناك أحسنت. مشكلة بلي. في الشخصية الشيعية. نعم. اثنين. نعم. المفصل الآخر. أنا بهذا العفو أستاذ عبد العزيز أريد أقاطعك، وعندنا اتصالات هواية. بس أبدأ أقول لأن أنا ما أسمعك أيضا. تسمعني الآن؟ يعني لا بس. أقول هذه هاي المشكلة اللي طرحتها الأولى، هاي قناتي فدك وصوت العترة تتلاحظها من خلال سماحة الشيخ الحبيب والبرامج الأخرى، وهذا البرنامج يربي من جديد ويثقف من جديد الشخصية العراقية، وخصوصا اللي تفضلت أنت وذكرتها الشيعية، ويذم هذا اللي ذكرته من التخاذل والسكوت والجبون. لو لا صحيح، ولكن هو لسان واحد. مع احترامي لبقية الأخوة، نعم. الشيخ ياسر الحبيب يعني حالة مشخصة فريدة من نوعها، لا أريد أن أتطرق إلى شخصيته، نعم. هو معروف، لكن أتطرق لحضرتك وأنا وكل الأخوة. اسمعني أخي الكريم، نعم. هناك فرق بين الثقافة وبين المتعلم، أي بين التعليم وبين التثقيف. نعم. نحن لدينا متعلمين كثر يحملون شهادات عليا، ولكنهم ليسوا بمثقفين، والدليل على ذلك بأن منتسبي حزب البعث معظمهم من الشيعة المثقفين، أي أساتذة الجامعة وأباء ومهندسي، أي من يحصلون على شهادات، لكن للأسف هم ليسوا مثقفين. ما أريد أن أقوله ثقافة أكاديمية مو ثقافة عقائدية. نعم تلقي سهل يوقع، مو صحيح كلامك يعني هذا المقصود. هنا أريد أن أتطرق إلى الثقافة العقدية أو العقائدية. اسمح لي أخي الكريم، حتى أنت هنا في برنامجك الكريم وبعض الأخوة أيضا يتطرقون إلى التطبير، ويتطرقون إلى الشعائر الحسينية، هذه الشعائر المقدسة التي لا يمكن لأي مخلوق، نسمح لأي مخلوق أن يزيلها أو يمحيها من تراثنا وتاريخنا. وهناك مقولة لكثير من المفكرين أن الشعب العراقي الشعب الوحيد الذي حافظ على تراث الحسين بصبره مع القمع مع القتل مع التشريد، إن شعائر الحسين بقيت لأن هذا الشعب بقى متمسكا بها، يعني هي كالماء الذي يشربه كالهواء الذي يتنفسه، هذا شيء مفروغ منه. ولكن أنت تعرف أخي الدنيا أو الأحوال تتغير من حال إلى حال. إن لم يكن هناك مثقفا شيعيا فسوف يفرط في عقيدته وما تنادي به، سوف يفرط بالتطبير، وسوف يفرط بالبكاء على مولاي سيد الشهداء، وسوف ينشغل ويتشاغل عن المواكب الحسينية والمحاضرات التي تعلم الأجيال من هو الحسين ولماذا ثار الحسين. اسمع أخي الكريم، نعم. أنا مؤمن بأن نعم سنتطرق إلى التطبير ومن عارض التطبير ولماذا عارض التطبير، ولكن في أوقاتها، نعم. عندما يأتي ويحين احنا ضربناك موعد التطبير نتطرق للموضوع، لكن إذا كان شغلنا الشاغل دائما، هناك أجيال، هناك مراهقين لم يبلغوا سن الرشد إلى الآن يستمعون ويريدون أن يتعلموا. أنا يعني أفضل، وهذه وجهة نظر شخصية، احنا ضربناه كمثال. أستاذ عبد العزيز العفو لمقاطعتك، أنا آسف أستاذ عبد العزيز، احنا ضربناه كمثال من بدأ الطاغية اللعين، من بدأ المنع بدأ من القمة نزولا إلى أن حتى المجلس داخل بيتك سري كان ممنوع. العفو تفضل.
نعم بس ضربنا صحيح. مثال مو موضوعنا اليوم يعني حتى نعم. مثل ما تفضلت نعم انا 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 ما اريد ان اوصله من فكره استاذ الكريم انت والاستاذ الساعدي وكل الاخوه الذين يقدمون البرامج عبر هذه الشاشه الكريمه رجائي منهم ان يثقفوا كل المسلمين سواء كانوا شيعة او من هم يشهدون بان لا اله الا الله محمد رسول الله بموضوعات تهم حياتهم الاجتماعيه والفكرية والدينية وكيف يعيش الإنسان حرا يطالب بل يأخذ حقوقه من الآخرين. أنا يعني أنا ألاحظ أن هناك يعني تطرق كثيرا إلى العقيدة. الإنسان إن لم يكن مثقفا سوف يفرط بالعقيدة، وإن كان مثقفا علمناه كيف أن يكون ديمقراطيا ويستعمل الديمقراطية الحقة، وكيف نعلمه أن يذهب إلى الجامعة والأستاذ الذي هو يبث فيه سموم بعثية وهابية وما إلى ذلك يرفضه بل ويطرده من الجامعة مع إخوته الذين يؤمنون بنفس الثقافة ونفس الفكر. وهناك أمثلة عديدة يعني لا أريد أن أتطرق إليها جميعا. يجب علينا أن نعمل على ثقافة الإنسان. ثقافة الإنسان ليس فقط في العقيدة، أن نذكره بما هو الحسين. إن تثقف وأصبح مثقفا يعرف من هو الحسين، يعرف من هو علي بن أبي طالب. اسمح لي أخ عبد العزيز في السؤال أسألك. وإن كان غير مثقفا فقد يقفل أشياء كثيرة ومن السهولة أن يفرط. والأدلة على وسوف أعطيك دليل على نفسي. أنا عشت في دولة خليجية الوهابية تطغى على المجتمع هناك في المدارس في المساجد وما إلى ذلك، لكني ولله الحمد وليس يعني أعتبر نفسي أحسن الآخرين، لكن يعني أفتخر بأنني عملت على ذلك. أنا أقرأ، أنا يعني منذ صغري وأنا أشارك بالإعلاميات وكانت إذاعات فقط راديو وكنت نشطا في ذلك وأقرأ كثيرا وتمسكت بعقيدة الشيعية الرافضية. تصور الرافضية وليست والنعم. فقط الشيعية والنعم. ولكن لأن محصن عقديا يعني بلي تفضل نعم. محصن عقديا أكيد أي تيارات ما تقدر. أخ عبد العزيز احنا بصراحة جدا ممتنين لك لهذا طرحك، ولكن انت تعرف اللي قاعد يصير بالعراق يعني بصراحة حتى بزمن صدام ما صاير، انه عندنا درجة الإلحاد ترى قاعد تنتشر بصراحة بصورة واسعة. السبب شنو؟ السبب عدم تثقيف الناس بشعائر الحسين. احنا يجب انه انت تقول انه ما نطالب هاي القناة انه نتطرق الى هاي مواضيع، لا بالعكس احنا يجب ان نتطرق لان احنا القناة الوحيدة اللي تتطرق بدون خطوط حمراء، ولهذا السبب عندنا جمهور وعندنا كذا. فاحنا لازم انه نسمي الاشياء بمسمياتها، ما نقول يعني مثلا اللهم لعن الاول والثاني والثالث، عرفت شلون؟ احنا نقول من ظلم الحسين، من ظلم الحسين؟ نقول يا جدا قتلني ابا بكر وعمر، ليش هم كانوا موجودين بمعركة الطف؟ فمن هذا الباب اخ عبد العزيز يعني نعم اسمح لي اولا انا لم اقل لا تتطرقوا ابدا، وانا واصلا انا من محبي القناة لانها تتطرق لهذه المواضيع. ولكن هناك محاضرة للشيخ ياسر وهو يعرف ما يقوم به، بل هو أستاذ ومعلم الجميع وهو يتطرق لهذه المواضيع. هناك الأخ خالد الشمري يسرد علينا من القصص ما لم نسمع بها أبدا، ولكن مثلا برنامجك أنت أخي، برنامج الأستاذ أبو ياسر، وهناك برامج أخرى إن كانت تريد أن تتطرق إلى مواضيع اجتماعية علينا أن نركز بالمواضيع الاجتماعية، لأن الله يقول ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. أنت عندما تتطرق وتثقف هذا المواطن في أي بلد كان عن كيفية أن يكون مواطنا صالحا، أن يكون مؤمنا بواجباته وحقوقه، أن يكون منفتحا على الآخر ويتقبل الآخر، هذه أيضا عبادة. كما الشيخ ياسر الحبيب عندما يذكر المسلمين بما جرى على أهل البيت عليهم السلام له الأجر في ذلك، أنت أيضا لك الأجر في ذلك. أخي الكريم هم يريد السنون قانون بتجريم كل من يتكلم بحريته وبمعتقده. انت احنا هذا موضوعنا اليوم، يمكن انت ما حضرتنا من البدايه يعني بدايه الحلقه. لا انا لم احضر من البدايه، ولكن انا لا نعم. فقط على حلقه اليوم على كل لا حلقه اليوم بالذات هي عقائديه، انا اقول لك اياها. نعم. ليش؟ لانه القانون اللي قانون 13 الماده 13 يريد يسنوه بالبرلمان ويوقعون عليه
انه عدم مساس رموز الاخرين. يعني انت اذا تتكلم على ابو بكر وعمر انت سنه وثلاث سنوات مو ثلاث سنوات ثلاث سنوات مع 10 ملايين غرامه. يعني هذا تكبيل للحريه، عرفت شلون؟ احنا من هذا الباب اتطرقنا الى هذه المواضيع ومواضيع، والشارع العراقي بصراحه انه بعض المفردات لما يتكلم الشيخ الحبيب مو كل متلقي يعني يفهم ماذا يريد الشيخ الحبيب، الناس البسطاء ما تفهم. فاحنا مثلا نريد نوصل هذه للناس البسطاء، نريد نوصل المعلومه انه يا ناس ترى قاعد يحفرون جواكم، يجب الانتباه. يعني بعد يومين يجي يقول لك مثل ما قلت بالبدايه الحديث انه لا تقرا دعاء كبيل لانه بشتم بلعن بكذا وهكذا. يعني عائشه حاربت امير المؤمنين في معركه الجمل، من ينكر هذا الشيء؟ لازم ما تقول انت حاربت في معركه الجمل امير المؤمنين، ليش؟ لانه رمز هي للمخالفين. فانت شلون يعني؟ نعم هذا اللي اقول عليه انا على عجاله، ساجاوبك على عجاله ان سمحت لي اتكلم. تفضل. نعم انا فرح جدا لهذا القانون حقيقه، والاسباب ان هذا القانون سوف يقيد الحريات. هناك حرمان من الماء العذب، هناك حرمان من الكهرباء، هناك حرمان من جميع ما تنعم به دول الجوار لمواطنيها، هناك حرمان للعراقي وبشكل شديد. انظر أخي، إذا طبق هذا القانون وهذا يطعن في العقائد ويطعن في حرية الإنسان، أنا أتصور أن هناك ثورة ستقوم، وهو فاشل، القانون فاشل، لن يتقيد به الشيعة الحقيقيين الروافض. أنا فرح لهذا القانون، علّه يحرّك. أخي الكريم، إذا عدنا 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 بالبرلمان وبالحكومة كل صباخ وكل عمامة هاجدها يا أخي الكريم، هذا وكل واحد ورا جيش. إحنا في زمن صدام عدنا حزب واحد الراقبة، هسه عدنا 70,000 حزب وكلهم باسم الشيعة باسم الحسين. يا بعد روحي أستاذ الكريم، وهل أنت مؤمن بأن هؤلاء المعممين يمثلونك في البرلمان؟ أنت شخصيا لا، ما مؤمن، ولكن هذا الموجود. هناك ملايين غير مؤمنين، هؤلاء لا يمثلوننا، هناك ملايين غير مؤمنين غيرك، ولكن يتكلم باسم العراق يا أخي، قاعد يتكلم باسم العراق. بس أكيد طبعا رأي أستاذ عبد العزيز حقيقة أنا وياه وأيد بصراحة، ومثل ما قلت لك نفس الرؤية، بس ما أقول فرح، أنت عبرت بقضية الفرح بتعبيرك. أنا أستاذ الكريم أنا فرح أحسنت يعني أنا أفهم شعبي سيثور علي، هو هذا اللي أريد أوصله. ممكن الإنسان على خبزة أو على مي وكهرباء أو على مجاري وتبليط ومدري شنو ما يثور، بس العقيدة خط أحمر مثل ما يقولون يوميا. طالع لنا واحد العقيدة خط أحمر. العقيدة عجيب رائد يا الرادلة، تحرك الشارع الأستاذ يعني يحرك الأستاذ، هذا كلام محرك. نعم احنا صحيح نتكلم، ولكن أنا أريد أهل المنابر اللي صعدوا على المنابر اللي لهم صوت، وصوت الأستاذ عبد العزيز أنا أعتبره من المحركين للشارع اللي يقول أنا فرح حتى تتورط. أخي يعني توريط هاي الحكومة إذا صدرت هذا القانون راح يثور عليهم الشارع، لأن الشارع مو جاهل، عقائدي، ويستشهد ويبذل الغالي والنفيس من أجل العقيدة. بس ما أعتقد مثلا لأنه مساس بالعقيدة. أحسن. هذا ما يفرحهم، هو هذا الصحيح. أحسن. هو احنا من أيدك وإن شاء الله تعالى. شكرا لكم، الله يسعدك عزيز، شرفتنا باتصالك. شكرا عزيز كريم، السلام عليكم، جزاك الله خير على هاي المداخلة القيمة، ونشكرك. الأخ المخرج جزيلا. عندنا اتصال آخر، يعني يمكن الأخ اتطرق إلى مواضيع بصراحة مهمة جدا. منو اتصال؟ عندك اتصال؟ نعم تفضلوا. اتصال منو؟ نعم عندك اتصال؟ عنده اتصال دا يجهز. شيخ سعد من العراق من العمارة، السلام عليكم. على ما يجينا الأخ الشيخ العزيز. السلام عليكم شيخنا. ما جاي يطلع الصوت. شيخنا إذا تسمعنا خفض على التلفاز واسمعنا من الهاتف. السلام عليكم. ظاهرا انقطع الاتصال. الأخ المخرج إذا عندنا أفلام أو عندنا بعض اللقطات. قريت الوثائق لو يعرضها للإخوة المشاهدين. نعم. الكرام. ونعلق عليها إن شاء الله حتى تكون الفكرة واضحة.
لدى الجميع إن شاء الله. حاجينا أبو رضا بصراحة بما يجهز الوثائق اللي نريد نعرضها وهذا القانون أو القرار الجائر 13 حتى يراوينا إياه ويراوي للجمهور الأخ المخرج. حاجينا أبو رضا أستاذ عبد العزيز اتطرق إلى مفاصل مهمة ضمن قنواتنا فدك وصوت العترة وضمن برامجنا وضمن برنامجنا مال اليوم بصراحة. هو مؤيد وداعم مؤيد وداعم وهو أيضا يحث الشيعي أن يعود إلى رشده ويصلح نفسه ويقوم عقائديا ينتصر للعقيدة للمذهب للمنهج الرافضي الحق. ونعم يستنكر جبن وسكوت وتأييد وانتماء الشيعة في ذلك الوقت اللي انتموا وسكتوا وجبنوا من حزب البعث. حجي برائد نعم احنا معاه بهذا الطرح. احنا شوف كل احنا عايشنا فترة البعث. احنا لا نكون يعني بصراحة نكون لازم نكون واقعيين وحقيقيين. نعم انه فعلا احنا كانوا يعني اهل البصرة مثلا انا من اهل البصرة ما اجاني بعثي من خارج البصرة مثلا من الرمادي من تكريت من نعم. كذا ومن هاي يعني اتذكر حتى بجيت كانوا وياي يعني الـ 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 الرفيق الحزبي هو من اهل البصرة اللي يكتب عليك هو من اهل البصرة هذه كان هو صدام جندهم اليه بالمال نعم. رشاهم واللي قاعد يصير هسه نفس الشيء يعني هسه همكو نعم. اكو اصوات تطلع تقول لك نطالب مثل ما طلع عمار الحكيمي دافع عن الكرمون البارات والكذا والهذي في بغداد ويقول هذه ما ماخذه موافقات رسميه الاخير يريد موافقات رسميه حتى يفتحها. عندك اتصال عفوا؟ عندنا اتصال شيخ سعد من العماره. شيخ سعد الدراجي السلام عليكم. ايضا انقطع الاتصال لو موجودين. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ابو رائد. وعليكم السلام. الله خير. الله يحفظك. الله وبركاته. حياك الله. حياك الله استاذنا العزيز ابو رضا السعدي. شيخنا انت حياك الله ويرعاك. شيخنا انت شاعر لاهل البيت وانت خطيب حسيني وانت شيعي رافضي اصيل. شيخنا هذا القرار الجائر هذا القرار الجائر لما سمعت بي وشفته انه البرلمان يريدون يصوتون عليه ويقروه شنو تعليقك؟ شنو عملك؟ شنو دور شعرك؟ شنو دور منبرك؟ شنو دورك نعم. انت والعائلة صغار وكبار رجال ونساء. شيخنا فرحنا نريد نعم. نشوف الرافضة بالعراق ايش راح يسوون وشنو المرسوم للمستقبل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين سيما أصحاب السقيفة ومن آذوا فاطمة الشريفة. أخي الحاج أبو رائد جزاكم الله خير. هذا القرار الذي اتخذ أو لعله طرح في ما يسمى بالبرلمان من أجل التصويت هذا القرار هو انتهاك صريح لحرمة الله عز وجل وحرمة رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك هو مخالف حتى للدستور العراقي كما ذكرتم قبل قليل وكذلك مخالف لصريح القرآن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب هذه الآية المباركة الذي يحفظها الشيعة عن ظهر قلب ولكن مع الأسف هم يقرؤون بداية هذه الآية ولا يقرؤون الآية التي تليها الآية التي تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية التي تليها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الآية تتلها أيضا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا بهتانا وإثما مبينا. السؤال الآن
هذا أبو بكر عمر عثمان لعنهم الله والله ورسوله يؤذي الله ورسوله. فإن كان قوله أنهم لم يؤذي الله ورسوله هذا خروج عن الدين أساس الموفق عن التشيع. لأن هذا لما جاء عن رسول الله وأرضي طيب كريم قالوا أن عائشة طالما آت رسول الله أن عمر بن راك عنه الله أهم منها وهو مختلع. نعم نعم نعم. صوتنا واضح؟ صوتكم واضح، تفضلوا شيخنا. نعم، عندما قال إن النبي صلى الله عليه وآله يهجر وهم يعبرون عنها بأنها رزية الخميس، وقالوا أن رزية كل الرزية، عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة ذلك الحديث، عن رسول الله رسول الله يمنع مرة أخرى بهذا القرار الجائر. الرسول صلى الله عليه يقول تمسك العترة يتفق القرآن، وهذا القرار يقول فتقوا بالعترة. كل من الأعداء من أعداء رسول الله، من أعداء الزهراء، من ماتت الزهراء صلوات الله عليها كما يقول بخاريهم ماتت وهي واجدة عليهم، هؤلاء يكونون محصنين، عندهم حضارة دبلوماسية إن صح التعبير. وهذا القرار الذي نشر والذي لعله سوف يناقش في البرلمان قرار خطير جدا، لأنه لم يشخص من هم رموز، أنه الاعتداء على رموز طائفة أخرى. تعرف أنه الشيطان رمز، تعرف صدام رمز، تعرف أبو سفيان رمز، تعرف أبو بكر وعمر رموز، يعني لم يشخصوا. حتى بعض المطربين، بعض الفنانين أجلكم الله على هذه الألفاظ أيضا رموز. نعم، هم لم يعلموا بذلك. شيخنا هذا صوتكم، شيخنا هذا الموقف الرافضي. شيخنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم، يقول في سورة الممتحنة، نعم، الآية الرابعة، نعم الآية الرابعة، يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعل إبراهيم والذين معه؟ أي فعل فعله إبراهيم الخليل صلوات الله عليه والذين معه حتى أمرنا الله بأن نتخذهم أسوة تحتين. حسنة. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. براءة. نعم. أول كلمة قالها إبراهيم صلوات الله عليه، هذا إمام التوحيد إمام الحنفية الحقة، قال لهم نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. النبي الكريم صلى الله عليه وآله لما قال لا إله إلا الله لم يكتفي، نعم لم يكتفي بذلك إبراهيم في الآية نفسها، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذا الثاني، نحن نكفر بمقدساتهم. نعم. نكفر بها. نعم. نتبرأ منها ونكفر بها، كفرنا بكم وبدأ أيه. بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. نعم. بعد ماكو وحدة معكم. نعم. يعني الله يأمرنا بأن نتأسى بإبراهيم في هذا الموقف، فكيف لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله؟ مع العلم هؤلاء لم يقتلوا إبراهيم، لم يقتلوا ابنة إبراهيم، لم يقتلوا أولاد إبراهيم، فقط كانوا يعبدون أصنام. فكيف تريد أن نعم نقدس ونحترم قتلة أبناء رسول الله، قتلة الزهراء، قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شيخ سعد إلى أنت الآن شو طالب، شو طالب من البرلمان والحكومة والأحزاب اللي حاسبة نفسها على الشيعة مثل التيار الصدري والباقين وكذا والدعوة، شد طالبهم بهذه اللحظة وهذه القرار بصراحة الجائر؟ أنا بالنسبة لي يا أبو رضا الغالي أستاذنا العزيز، لا طالب ولا أترجى من هؤلاء أي خير وأي نفع. نعم. فليكفوا عنا وليبعدوا بلاءهم منا. نعم. لقد سرقوا خيرات البلد، سرقوا كل شيء، فلا يحاولوا أن يسرقوا العقيدة
فوالله لن نتنازل عن عقيدتنا. نحن أبناء الحسين. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز الأمر بين اثنتين، بين السلة والذلة. نعم. وهيهات من الذلة. نعم. نحن قوم لا نذل. خلي يعرفون يعني هزين. يعني كلمة الدعي ابن الدعي كانت مسبة إلى رمز في ذلك الوقت، وإحنا نقتدي بالإمام الحسين. نعم. هذا إمام الحسين. عمر. هذا إمام الحسين. خلاص. قال أن يزيد بن معاوية، لأن الحسين لا يعترف ولا يقر بأن يزيد بن معاوية، بل قال أنه دعي وابن دعي. أحسن. قد ركز الأمر بين الثنتين لا ثالث لهما. أحسن. السلة والذلة. أحسن. وهيهات من الذلة. إحنا قد ودنا، إحنا دائما نقول قد ودنا الإمام الحسين. خلاص، اللي عد اعتراض خلي يقول للإمام الحسين سلام الله عليه. ليش؟ نعم، هذا الحسين هو إمام الرفض. خلاص. وإذا عدهم اعتراض يعترضون على أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، يغرمونه 10 ملايين. نعم. لأنه قال اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها. نعم. في دعاء صنمي قريش، ومفاتيح الجنان كما تفضلتم مملوء. نعم. باللعين. نعم. لهؤلاء اللعنة، إلا أن يدينوا بغير ديننا ويخرجوا من لغير ملتنا. أحسن. شيخنا السلام عليكم. جزاك الله خير. عفو شيخنا بدون زحمة. أحبتي أعزائي سادة. عفو شيخنا داويانا. الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظك. شيخنا إذا بعدك تسمعنا، إحنا سألنا سؤال وما جاوبتنا عليه، وجزاك الله ألف خير على هذا الإطراء وعلى هاي المعلومات وعلى هاي الآيات اللي ذكرتها والأحاديث والروايات. ولكن إذا تسمعنا، حتى لو ما تسمعنا، تابعنا ويتابعنا الجمهور الكريم، أنه شنو دورنا كرافضة كشيعة أحرار. نعم، أعرف الصوت انقطع، ولكن نوجه له إلى وللرافضة الأحرار في كل مكان، شنو دورنا قبل لا يصوت على هذا القرار الجائر؟ شنو نسوي اخواننا الرافضة الاحرار؟ ذكرنا في بغداد ومحافظات اخرى كتبوا على الجدران وكتبوا واستنكروا وكتبوا ولعنوا وسووا بوسترات واحرقوها لهذا القرار الجائر، وايضا بوسترات ومنشورات ايضا. نعم. واجتماعات. والبارحة يفرحني يزيدنا فرح، اول البارحة في سوق الشيوخ في الناصرية مجلس حسيني رافضي أصيل، الخطيب والرادود، كانت القصائد والخطبة كلها تلعن وبالاسم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. عندنا اتصال أخونا المخرج، الأخت أم فضة من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انفضت ويانا على الهواء مباشرة. عرفتوا الحلقة وما يدور في العراق، انتم من كربلاء الرفض، كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. شنو تشوفون هذا القرار وشنو تنصحون الناس، وانتم العائلة شنو متوجهين وش توجهون كلام للناس؟ احنا ما نوجه كلام ترجي للحكومة او من الحكومة، لا، احنا نوجه أوامر، نأمرهم أمر بأنه يعزفوا عن هذا القرار. انتوا شو تشوفون أختنا العزيزة؟ نعم، أول شيء طبعا نشكركم على الموضوع، لأن الموضوع غاية الأهمية وإلا عدة جوانب. الجانب الأول أنه بالإسلام، الإسلام كفل هذه الحرية، حرية التعبير عن الرأي، فقد رفع الله العبودية الإنسان كل أحد إلا له سبحانه وتعالى، وعبودية الإنسان لخالقه وإن كانت قصرية في المجال التكويني إلا أنها في المجال التشريعي باختياره هو، بل جعل عزه وحريته في أن لا يكون عبدا إلا لخالقه، كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. وجاءت بعثة الأنبياء والرسل لتكريس هذه الحرية وإزالة كل ما يحجز الإنسان عن تحقيق هذه الحرية، كما في الآية الكريمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعن الإمام علي عليه السلام قال: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وفي كربلاء تلك الواقعة التاريخية خاطب الإمام الحسين عليه السلام الجيش الأموي لعنهم الله بيا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وكونوا عربا كما تزعمون. هاي بالجانب الإسلامي.
أما بالقانون تحاول أغلب الحكومات فرض الأمن وبسط الاستقرار وإشاعة السكينة، لكن سرعان ما تتحول هذه الأهداف إلى ممارسات حكومية قمع الحريات وكم الأفواه والتضييق على الرأي المعبر عن رغبة الجماهير في فضاء ملائم للحرية يمثل انعكاس للنظام الديمقراطي. وأبرز تجليات حرية التعبير عن الرأي هو حرية الأشخاص في تجمعاتهم وحقهم في تنظيم تظاهرات للمطالبة بالحقوق أو لتصحيح السياسات التي يعتقدون خطأها، وكذلك حرية الصحافة والإعلام والنشر وأي قانون مثل هذا. طبعا هذا القانون وهذه الحقوق البسيطة تثير الجدل ويتحول إلى سبب للشد والجد بين الجهات الرسمية من جهة ومنظمات المجتمع المدني والكتاب والمثقفين من جهة أخرى. ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الحالي هو على هذه الشاكلة، لأنه كتب بطريقة تفرق الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي في محتواها من محتواها عفوا في القانون الذي لا يتيح لك حرية التجمع والتظاهر والمعرفة، هو قانون لتقييد الحرية وليس لإطلاقها. هذا من جانب آخر. من الجانب الآخر طبعا نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. طبعا تطرقت للفقرات، ما أعرف تطرقت أو لا لفقرات هذا القانون، ومثل ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي يتعارض مع هذا القانون. نعم، جزاكم الله ألف خير. وما جاوبتونا، جزاكم الله ألف خير، معلومات قيمة جدا وقانونية، واستعرضت كل القوانين الشرعية والسماوية وأيضا القوانين الدولية والوضعية، مثل ما تفضلتوا قانون 19 القانون الدولي اللي يكفي الحريات التعبير لكل البشر. وأيدكم هنا حيث احنا عايشين بالغرب وفي لندن بالذات، اللي يعبد البقر واللي يعبد الحقيقة البوذا وغيرهم وغيرهم، وأيضا المسلمين على شتى طوائفهم، الكل كل من إلى حريته، والمعبد والحسينية والمسجد، وهذا كله مكفول ومكفول، وكل من يعبر عن رأيه في فضائيته وفي نشراته وفي خطاباته وفي منابره، هذا تأييد. بس أختنا مفضة من كربلاء، جنابكم العائلة الأهل الأصدقاء الأقرباء، الوقفة الرافضية مستعدين لها؟ عندكم برنامج وتواصل مع الأخوة الرافضة الأحرار في كربلاء مثلا، وحتى تعارضون هذا القرار الجائر من إصداره من التصويت عليه، حتى بصراحة ما نقول يقتل في مهده، لا، نقول قبل أن يولد يجب أن يقتل. طبعا احنا ان شاء الله معارضين اشد اعتراض على هذا القانون، وطبعا هسه نشوف منظمات المجتمع المدني وغيرها من المثقفين يعارضون اصلا على اقرار هذا القانون، وان شاء الله ما يقر. ان شاء الله انتم هم عندكم صراحه عندكم سلاح قوي بيديكم، انه الفيسبوك والتويتر وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي، لانه هذه بصراحه اذا طبق هذا القانون هو معناه الطائفيه في عينها. اذا كانت طبعا احنا مو بس نريد وقفه من المرجعيه ان تعارض هذا القانون، لان مثل ما تعرفون انه كلامهم مسموع، فان شاء الله هم يصدرون فتوى او يعني انا صورت اليوم الخطبه الجمعه يتطرقوا لها بهذا الموضوع، ولكن الظاهر نيام الجماعه بعدهم ما صحوا. احسنتم هذا تنبيه ايضا. نعم. المرجعيه احنا ندعو كل كافه المرجعيات او وكلاء المرجعيات أن تستنكر حتى هذا. حتى خطباء المنابر صراحة. نعم. عندنا اتصال آخر. شكرا جزاك الله خير. جزاكم الله شكرا خير. أهلا وسهلا. الله رعاكم. اتصال آخر من أبو حيدر من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ أبو حيدر الغزالي، أعتقد هذا صوتك الجميل. وفقك الله أخوي أبو رائد وأحسن
وفق الله الأخ أبو رضا وجميع العاملين في هذه القناة. الله يسلمك، الله يعزك حجينا الغالي. بالنسبة لهذا القانون الجائر إلا فوتوا عليه، إحنا موقفنا واضح من هاي الرموز، لحن أبو بكر وعمر وعثمان وهاي الرموز الفاسدة، ولكن ذول اللي هم يقولون الأول والثاني والثالث أبشرهم لا سامح الله إلا فوتوا على هذا القانون، ولا سامح الله لو نجح عندهم، لو أي خطيب يقول نعلة الله على الأول والثاني والثالث ممكن هم يجرموا ويدفع غرامة وباشر أقبى يحاسبوه. أحسن أكيد 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 أحسن. أنا أبشرهم أقولهم أنتم هم ما تباشر أقبى يحاسبوكم ويذبوكم سجون، أنا أقول نعلة الله على من جميع حتى من أعضاء البرلمان اللي يصوت على هذا القانون أو يسعى على تأييد هذا القانون، ومأثوم من على أي شخص ما يدور لمولاتنا الزهراء ضد هذه الرموز الفاسدة، مأثوم مأثوم إلى يوم القيامة. أحسنت أحسنت حجينا حجينا أبو حيدر. أخويا أبو رضا الله يجزاكم الله خير، مشكورين أبو حيدر. أبو حيدر جنابك حقيقة حذرت اللي البترية أو الانبطاحيين أو اللي يدارون ويغالطون بالمدارات ويصيحون فلان وفلان، هذولا مثل ما تفضلت إنهم التحذير، حتى إذا سن هذا القانون حتى فلان وفلان بعد ما راح تقدر تصعد تقول، واحتمال شوية شوية توصل ويقول لك يزيدهم للذكرى، بس قول الحسين انكتل وخلاص انزل من المنبر، شلون انكتل ما ندري. بالضبط هو هذا، وفقك الله أخي أبو رائد. وأنا اللي طلب عند الأخوة أن يدعمون هذه القنوات، هذه قناة فدك وصوت العترة لأنها صوت الحق، وخصوصا هذه الأيام بخصوص هذا القانون وغيره، إذا ما دعموا هذه القناتين فستكون لا سامح الله يوما ما ما ما, ما نقدر من على أبو لا أبو بكر ولا عمر ولا يزيد ولا أي رمز من هاي الرموز الفاسدة. ان شاء الله حجينا ابو حيدر، لان انت تعرف انه كان عندنا برنامج يوم الثلاثاء الغي البرنامج بسبب بصراحه الفواتير اللي متراكمه على الاخوه في القناه هنا، فان شاء الله هذه مناشدتك وصلت، وان شاء الله الاخوه ما يقصرون على نصره هذا الصوت، لانه بصراحه في هذا الزمان وفي هذا الوقت صوت قناه فدك وصوت العتره الوحيدين هم اللي هم يجهرون بالبراءه. وإلي وأخويا برضه وإلي رجاء، نعم إلي رجاء وطلب، نعم عند أستاذنا سماحة الشيخ ياسر الحبيب، نعم وفقه الله، ولو هو ما تفوته هيك أيام، نعم اليوم إن شاء الله عند المحاضرة أو البحث يتطرق إلى هذا الموضوع، وفقكم الله جميعا وأنا شاكر لكم. أيضا أبو حيدر لا يفوتنا نعرف من عندك الأخوة الرافضة في كل المحافظات وفي كربلاء على الأخص، إن شاء الله عندهم استعداد للوقوف وقفة واحدة، وانت وياهم إن شاء الله وما تقصر وقفة واحدة ضد التصويت على هذا القرار الجائر، مو صحيح؟ إن شاء الله إيش عندنا قوة وإيش عندنا إمكانية، سوف الله يوفقنا ويوفق الأخوة جميعا وما يقصرون، ولديكم أنصار إن شاء الله كثر لنصرة مولاتنا الزهراء أولا ثم إلى هذه القناتين وهذا الخط اللي هو خط محمد وآل محمد، وفقط الحبيب والأخوة العاملين في هذه القناتين، وإن شاء الله المزيد ويوما بعد يوم، ولكن الاختبار إن شاء الله سننجح به نحن وأنتم وجميع الأخوة الرافضة. هنيئا لنا ولكم. جزاك الله خير أبو حيدر، رحم الله والديك عزيز. يا أخي والله أنا مستغرب أنه إحنا الآن صار لنا تقريبا ساعة ونص بالبث المباشر، يعني الأخوة الرافضة الأحرار يعني أنا طلبت من عندهم في بداية البرنامج أنه يعملوا لنا فيديو دقيقتين ويعبر عن رأيه بكل حرية، يعني هم ما أعرف ليش خايفين، يعني ما أدري، يعني هذا خوف أبو حجينا أبو رائد لو غفلة لو شنو، يعني إحنا ترى بصراحة إحنا ما راح نتوقف على هذا الموضوع بالذات، يمكن ناخذ إنه حتى بداية شهر رمضان أسبوع أو أسبوعين نكمل في هذا الموضوع، لأن الموضوع حساس ومهم وفي صلب العقيدة، يعني الإنسان اللي تروح من عقيدته شنو يبقى له إخواني، نعم. يعني إحنا هسه إذا ما نلحق على أنفسنا يمتى نلحق، يعني بصراحة إذا أكو بصيص من الأمل في هذه الحكومة فحتى هذا البصيص هم انتهى، نعم. وزال
ونطلب نطلب من الخيرين ومن الشباب مثل ما قال الحج أبو رائد، من الشباب الواعي أن يتحرك، لأنه بصراحة الآن نعول على الشباب اللي تلوثت أفكارهم واللي ما نعول عليهم بعد، لأنه رادوا الدنيا وخذوا الدنيا مثل ما تعرفون، سرقة وباقة ونهبوا هذا الشعب، شنو تردوا بعد؟ العقيدة ما تستبها من عندي، على أساس هذه عقيدتي وهذا معتقدي؟ يعني باكر عقبة تقول لي أنت بعد لا تقول أنا شيعي، بس قول مسلم، هذا هو، وأقول لك صار مولاي تدلل، ما أقول شيعي بس أقول مسلم، ولا 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 تروح على الأربعين ولا تذكر الحسين ولا أي شيء، ولا سلام الله عليه ولا أي شيء من هذا، هم لازم أقول لك صار. لا، إن شاء الله بالرافضة في العراق يوقفون وقفة واحدة، مو بس بالعراق، بكل دول العالم، وتندد. احنا الان عندنا نمتلك وسيله، هي وسيله الانترنت والتواصل الاجتماعي، وزياده على ذلك نمتلك هذه القناه، قناه فدك وصوت العتره، عبر عن رايك، وصل صوتك بكل حريه، نحن نستمع لكم، وان شاء الله نخاطب الملايين والملايين تستجيب لنا بحق محمد وآل محمد. فضل حجينا أبو رضا. مولانا حجي أبو رضا، عندنا قبل لا نعرض الفيلم الفيديو، عندنا مقطع فيلم فيديو وصلنا بعد مناشداتك جزاك الله ألف خير. عندنا بعض المتقولين على المراجع يقولون المراجع الربانيين الأعلام، الرافضة الأبرار البرائيين، تراجعون كل كتبهم وتراجعون كل كل كتبهم وكل رسائلهم العملية أو الفقهية، تشوفون بصراحة أكو عندهم آراءهم بالصراحة وبالاسم. يعني مثال أقول، حتى لا يجي واحد يقول السيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه وغير مرجع من المراجع، احنا قلنا الربانيين العدول، ما لنا علاقة بمراجع الانحراف ومراجع الحواسب، مراجع الأمثال فضل الله أو فضل الشيطان وآخرين. لذلك نقول السيد الخوئي اللي طبعا رضوان الله عليه أستاذ كثير من المراجع، حيث يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه، رأي السيد الخوئي رضوان الله عليه في سب المخالفين ثبت في الروايات أولا والأدعية والزيارات، جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم. المصدر كتاب مصباح الفقاهة. وطبعا أنا اليوم بهذا الكتاب أيضا شفت أكثر من مورد من هاي الموارد، ولكن اختاريت هذا المورد ومورد آخر ومراجع أعلام علماء برائيين ربانيين أمثال السيد الخوئي رحمة الله عليه، كثيرين يجوزون بل يوجبون، لأن هذه سنة محمد وآل محمد، يوجبون لعن أعداء الله. ومثل ما الفتوى الصريحة للسيد الشيرازي، السيد صادق الشيرازي الله يحفظه ويرعاه، أعتقد رقمها 2315 أو 415، اللي يراجعها في باب التولي والتبري، حيث يقول حافظ أنا من عدها التولي والتبري، راح أترك التولي حتى أعطي مجال للأخوة المتصلين وللأفلام الفيديو. يقول وهكذا، بعد ما ينتهي من التولي، وهكذا يجب إظهار المعادات. هنا أنا مو براءة، أول شيء وجوب، وثاني شيء إظهار، وثالث شيء المعادات، مو براءة، معادات أعداء الله والأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء عليها السلام. عليها السلام. وفي مورد آخر يقول من لم يكن، هكذا نصه أو ما معناه، من لم يكن له براءة
لا لا فأي براءة؟ فليست له براءة يعني، يعني بصراحة ما عنده تبري، اللي ما يعادي وما يتبرى وبالجهر. هذا هذا يقول، يقول السيد المرجع الشيرازي سيد الصادق الله يحفظه، يقول إظهار الإظهار يعني الجهر. يا من تجلس على المنابر وتمنع وتدعي وتنشر وتقول إخواننا ورموز إخواننا، نعم هم إخواننا، بس أنا ما مجبور على احترام رمز نكرة، رمز طاغية، رمز قتل أئمتي، قتل معتقداتي، حارب أئمتي معصومين مفترضين الطاعة علي من السماء، الله سبحانه وتعالى فارضهم علي، هذول قتلتهم، أنت تجي تقول لي نراعي إخواننا بهؤلاء الرموز. تريد أنت تراعيهم، روح راعيهم، بس أنت بداخل بيتك إلك باكر تسأل من الزهراء سلام الله عليها، أما لا تفرض علي هذا وتجي الآن تريد السن، تريد السن قانون. نعم المشاركة، نعم المشاركة، عندنا مقطع فيديو أخي المخرج تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامي إلى الحاجة أبو رضا والحاجة أبو رائد. بالنسبة للقانون اللي يريدون يمرروه بتحريم أو تجريم النيل من رموز المخالفين، صراحة أنا ما عندي مانع، خلي يصير هذا القانون بدون أي إشكال، بس بشرط واحد، هم همينا لينالون من رموزنا وينالون من أبوي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ويقولون هم بالنار، هذول رموز إنا، شلون ينالون منها؟ شوارع قتلت أهل البيت بأسمائهم، خلي يشيلوها، مو هذا هم يجرح مشاعرنا؟ أبو طالب عم النبي المدافع عنه تكفروه وتقولون هو في ضحضاح من النار، هذا هم يجرح مشاعرنا. ليش باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ونتعجب نقول ليش هيك جاي يصير بينا، لأن احنا تركنا نصرة أهل البيت، فالله سبحانه وتعالى ترك نصرتنا. إلى متى؟ إلى متى نبقى بهذا الطين؟ إلى متى نبقى ما عندنا شجاعة؟ ما عندنا مانع ما يخالف، بس انتو همينا شيلوا شوارع، الشوارع اللي باسم قتلة أهل البيت، شيلوا أسماءهم ما رضي الله عنهم، ما رضي الله عنهم من القراءة، ما الأطفال العفو ذاك الوقت نوافق على القانون، أنا أول واحد أوافق ما عندي مانع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، السلام أخونا، جزاك الله خير الجزاء. طبعا فعلا الأخ المتحدث جزاه الله خير، اللي بصراحة وصلت المناشدة إليه ولبى النداء وصور نفسه فيديو وتكلم ما في داخله، يعني ما في داخله، هذا لو يتكلم يصور نفسه على بيته ويقعد ما يدزلنا اياها، منو راح يشاهده؟ منو راح يسمعه؟ فجزاه الله خير الجزاء. اكو نقطه مهمه حجينا ابو رائد، هم جاي يقولون رموز الغير. نعم رموز الغير، يعني حتى عند الغير صدام يعتبر رمز. نعم مو نعم، ولحد هاي اللحظة اخواني اللي تدرون انتم بكل الزين، انه كثير البعثية رمز، البعثية وكذا وهذا رمز، يعني احنا ليش سوينا اجتثاث البعث؟ ليش انتم طلعتوا بيها؟ احنا بس اريد اسأل سؤال، هنا الاخ اتطرق الى انه تغيير الاسماء، يعني مدينة الصدام رأسا غيرناها سويناها مدينة الصدر، شارع الرشيد، المامون، هذه هم لازم نطالب بها تغييرها، لانه هاي تجرحني وتجرح مشاعري وتجرح معتقدي. ليش احنا ما نسوي هذا الشيء بالمقابل؟ شو هم قاعد مثل ما قال اخ، حتى عم النبي صلى الله عليه واله جرموا سووا مجرم سووا كذا سووا، اصلا ما داخل بالاسلام، يعني ما اعرف، يعني هم يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه واله في الكفار لما اجوا الى ابو طالب رضوان الله عليه، لما قالوا له دع ابن أخاك لا يسب آلهتنا، يعني كان يسب له ما يسب، خلي يجرمون النبي صلى الله عليه وآله، يلا خلي يروحون يجرمون هذول الحثالات اللي اجوا بصراحة من الشوارع، اجوا ما اجوا من بيوت، لو جايين من بيوت ومتربين تربية إسلامية شيعية حقيقية ما وصلنا إلى هيك مواصيل. ليش احنا ما طالبين من عندكم شيء؟ جاي تبوقون، جاي تكون، جاي تسوون، انطونا حريتنا. اتصال ابو علي من واسط. اخ ابو علي سلام عليكم.
اسمعنا من علوم. من التليفون. الله يرضى عليك ابو علي، حياك الله. طفي التلفزيون. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ابو علي طفي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. دين الناس دين ما عدها، دين ما عدها من يوم السقيفة، من يوم السقيفة دين ما عدها الناس. ابو علي لو يا ريت تدص التلفزيون الله يرضى عليك حتى لا ينقطع الخط بيناتنا. لا ناس ما عدا دين، لو ما دين ماكو مساجد داري. احنا ما لو اكو دين ماكو رهاب. حجينا ناس ما يسمع. من يوم التقيقة لا اليوم المؤمنين مظلومين، ثلاث ارباع المسلمين يمشون على ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر ما عملوا عنا صحيح. ثلاث ارباع المسلمين مو مسلمين بس بالجنسيه مسلم. أحسنت أبو علي، مشاركتك قيمة، جزاك الله ألف خير. أبو علي أنت إذا تسمعنا من التليفون، إحنا نريد نحكي وياك، نريد نسألك. راح أبو علي دائما خطية ظاهرا ما يسمعنا هو، بس يتكلم ومهم يعني جزاه الله خير، محترق قلبه يعني، عنده حب. منو؟ العفو، السيد محمد من كربلاء. سلام عليكم سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فدوى نص التلفزيون وعليكم السلام، واسمعنا من التليفون. فدوى السلام عليكم. سلام ورحمة الله سيدنا. بعيني نصيت التلفزيون سيدنا. مولاي اول تفضلوا انت على الهواء سيدنا. التوضيح للأخوة المشاهدين، أكو فاصل بين سماعك من التليفون وسماعك من التلفزيون. انقطع الخط طبعا، أكو 30 ثانية تقريبا أو أقل بقليل. هذا الفاصل راح هم ياخذ وقتك وياخذ وقتنا وما راح تفتهم شيء. لا وشوش على الخط يعني أحسنتم يعني. فتنزل صوت التلفزيون جزاك الله ألف خير، وايضا نتواصل ونقول الى ان يرجعون بالاتصال الاخوه المشاهدين الكرام. نتواصل ونقول اخويا ابو رضا قال لنفترض، انا هم اقول هاي الفرضيه، اليوم البرلمان راح يعد قانون بعدم مس رمز من الرموز هو صدام اللعين، ويسن قانون وعليه تجريم وكذا مليون دينار وكذا كذا سنة من السجن، بس إذا لأنه رمز وناس يعتقدون به وتسبب لنا فتنة قومتشية، ما يقولون هم قومية، قومتشية ومناطقية وطائفية، المهم نسوي لنا بلبلات وطلع. عدنا إليكم من جديد إخواني أعزائي المشاهدين، ونكمل حديثنا وموضوعنا وننتظر اتصالاتكم وأفلامكم، الأفلام الفيديو اللي تسجلوها وتعرضوها على الرقم اللي يظهر أمامكم على طريق الواتساب، الخدمة المجانية، اتصال وإرسال المقاطع الأفلام الفيديو. نعم، نقول يا عراقي يا أصيل يا شيعي يا رافضي، ويا من انظلم من صدام بالإعدامات والتهجير ومصادرة الأموال وانتهاك الحقوق حتى العقائدية منها جرائم صدام لا تعد ولا تحصى. يعني إذا سنوا هيك قانون ورادوا يصوتون على هيك قانون بأنه صدام باكر راح نسوي له هذا القانون وراح يرقموه مو 13 يصير 14 الصدام، إنه ممنوع مسه، تسكت عليه يا عراقي، تسكت عليه يا شيعي، تسكت عليه يا مظلوم. أنا طالب من البرلمان أن يجرم كل واحد بكري. ليش؟ قل لي ليش منك. نعم، أكو شغلة كلش ما ملتفت لها أنا، لا أنا ولا أنت. نعم. بس اجت ببالي، انت جاي تشوف انه بخطاباتهم دول الدواعش والبكريه شو يصيح؟ النبي الذباح. يعني انا اعتبر النبي رمزي، صح ولا لا؟ زين لما يجي يقول هذا النبي الذباح، نعم ولا اعوذ بالله، هذا مو لازم نجربه؟ نعم.
لو يعني بصراحة الأخوة المشاهدين أنه إحنا نخاف نخاف يجي يوم صدقوني وراح يجي اليوم هذا إذا بقت هاي الانبطاحية وهاي الحكومة المنبطحة إذا بقت على هل كل يوم يطلع عنا قانون وكل يوم يطلع عنا فتشي وكله في ضد الشيعة صدقوني راح يجي يوم اللي يقول لك أنه اللي يتكلم على صدام ترى هذا رمز الغير لا تكلم عليه لازم نجرمك ونسجنك ونحبسك لكم انتم شنو بالبشر انتم الى متى تظلون هيك تستخفون بعقولنا الى وين يتوصلوننا وين بعد يعني مو كافي هذا آل سعود يجي يجيبوا السفارة السعودية لعلى الله عليه بغداد يتحكم برئيس الوزراء وين صار يا دولة يا دولة وهسه جايك بعد ألعن هذا ترام راح يجيهم منك يجتمع صاروا 50 دولة مدري 60 دولة إسلامية على أساس يجتمعون اللي يسوون حلف مال الحلف الآسيا نعم عندنا فيلم فيديو جاهز نعم تفضلوا تفضلوا الأخ المخرج السلام عليكم نحيي قناة صوت العترة الفضائية المباركة التي تبث قناة محترمة الله يوفقكم إن شاء الله وإحنا من مدينة كربلاء مدينة الحسين نطالب الحكومة أن تغير المناهج الدراسية بأجمعها لأن المناهج الدراسية الموجودة الحالية الموجودة هي تبث السموم ولحد الآن لم تغير من عندها أي شيء وهذه المناهج الدراسية الموجودة لحد الآن هي من زمن النظام السابق ونرجو من الحكومة ومن قناتكم الموقرة إيصال صوتنا بتغيير هذه المناهج الدراسية ودمج مناهج تربوية بحب أهل البيت وحب الحسين والابتعاد عن المناهج العمرية ونشكر هذه القناة ويجب على الحكومة أن تسن قانون بتجريم كل من يظهر على القناة يبث السموم ويتكلم لصالح القنوات التي تدعم الإرهاب ونشكركم أخ أبو رائد الله يعطيكم الصحة والعافية مع جزيل الشكر ورحمة الله وبركاته مع السلامة عليكم السلام جزاك الله خير أخونا العزيز عادل الاتصال أخونا سيد محمد من كربلاء السلام عليكم سيد سيد محمد من كربلاء تفضل سيدنا السلام عليكم أيضا انقطع الاتصال و نعم نعم الأخ أيضا تطرق إلى ما يوجع القلب حجينا أنه موجودة 2012 أحسنتم. إحنا نصيح ونقول يا بغيروا المناهج الدراسية أيه. غيروا كذا ما حد يسمع قلت لك القطنة طلعوها من الحلق وين خلوها بالذان يعني بعد سدة وذاناتهم ما يسمعونك أنت يا عراقي يا شيعي يا رافضي أنت غير بنفسك لأن حكومتك ما بيحظ يعني أنت الطالب تيجي للبيت تعلم ابنك يابا هذا أبو بكر كذا عمر كذا 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 عائشة كذا يروح ابنك للمدرسة يفتح الكتاب عمر رضي الله عنا الفاروق نعلة الله عليه عائشة كذا مدري ياهو كذا زين هذا شي يريد حيصير عند الطفل بصراحة يعني احنا هم ازدواجية هذه ازدواجية وراح تأثر على المسيرة الشيعية الرافضية احنا نريد شعبنا بعد ما خلصنا من النظام البائد انه بصراحة 35 سنة جثم على صدورنا اللي اسلب من عد حرية التعبير حرية الحرية اي كلمة ما تقدر تفك حلقك زين والان يريد يعيدون نفس النظام مال نظام البعث نفس الشيء صدقوني نفس الشيء واحنا بصراحة ما يرجع ان شاء الله سيد محمد رجع اذا ها رجع ها رجع نظام البعث ما يرجع نظام سيد محمد يرجع سيدنا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اشترك ان شاء الله وياكم لو ايه تفضلوا سيدنا انت على الهواء تفضل سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حجي ابو رائد شلون صحتكم سلمك الله اهلا وسهلا حياكم الله مولاي اني سيد محمد معميثة من كربلاء انا والدي
انعدم بالواحد وثمانين وأخوي انعدم بالواحد وتسعين بالانتفاضة الشعبانية رحمة الله عليه. نحن من العوائل المعروفة في كربلاء اللي صدام لعنة الله عليه والبعث أجرم في هذه العائلة الشريفة المجاهدة. فهذن القوانين اللي الدولة تريد السنها واللي تريد أي قانون يخدم النظام السابق على دمائنا احنا هذا ما نقبل به. نعم. ونطالب الشعب كله يعني يوقف ولو هو الشعب كله مظلوم وكله يعني يقف بجرم صدام وهؤلاء الخونة اللي اجوا صعدوا على اجتافنا. نعم. وقعدوا بالبرلمان وهاي الدولة الفاسدة يعني. نعم. يعني حتى لو هذا الحكي اللي احكي يعني على دم رقبتي هاي الدولة الفاسدة اللي ما سوت كل شيء. نعم. ومن أسوأ الى أسوأ يريدون يسنون هيك أنظمة وقوانين اللي تأذي الشعب وتأذي المواطن وهذا المواطن اللي جاهد واللي قدمه من ذاك الوقت لحد هسه. نعم. والخدمات من أسوأ إلى أسوأ والمواد الغذائية واللي والخدمات من أسوأ إلى أسوأ. نطالبكم من قناتكم الموقرة قناة العترة الفضائية المجاهدة وصوت الحق أحسنتم سيدنا سيدنا يعني أحسنتم سيدنا بلي يعني للجميع يعرفوا حجمهم هؤلاء الخونة. نعم. نعم. نعم سيدنا سيدنا الله يرحم الشهداء الله يسلمك الله يرحم الشهداء سيدنا. نشكر قناتكم ونشكر مشاركتكم والله يوفقكم جزاك الله خير الجزاء سيدنا. الله يسلمك سيدنا انت ايضا الله يرحم والديك سيدنا انت ايضا سيدنا نسالك سؤال انت تعارض اكيد هذا القانون اللي يريدون يصوتون عليه بالبرلمان انه يجرم من يمس ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه هذول اللي قتلوا أمك سلام الله عليها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأيضا قتلوا رسول الله شاركوا بقتل رسول الله وأيضا حقيقة سنوا سنن الإرهاب واغتصبوا الخلافة هذول يردون يسنون قانون إذا نتعرض لهم. هؤلاء القوم أبناء القوم هؤلاء هم نفسهم القوم أبناء القوم حج أبراهيم. نعم اسمعنا من التلفزيون مشكلة. نعم نعم سيدنا اذا هذا صوتك الرافض الشريف. احنا الحمد لله والشكر نعرف هؤلاء نعرفهم شنو من شيء ونعرف نواياهم ونعرف بانه يريدون يأذون المواطنين ويريدون يأذون شيعة امير المؤمنين وهذا عزانا وهذه وقتنا في سبيل الحسين وجهادنا والدفاع عن المرجعية والدفاع عن مقدساتنا والفتوى المجاهدة من لدن السيد السيستاني الله يحفظه. نعم. وهب الشعب العراقي كله في الدفاع عن المقدسات وخط أحمر المقدسات. أحسن. وهذه القوانين يعني عرفوني سنون قوانين. نعم. على حشاكم البارات والشرب وما شرب وكل هذا يسنوه ويوقفون في جنبه وهذه القوانين اللي تأذى منها المواطن وشيعة أهل البيت وانظلموا وإحنا مقومين من زمن الإمام علي وهذا هو بعد هو جهادنا إن شاء الله. إحنا مدام نحب أهل البيت لازم نصبر ولازم نضحي في سبيل أن نحي أمجاد أهل البيت ونحي عقيدتنا. هاي عقيدتنا يجب أن نقف يعني في وجه الطغاة ولا يوقفون لا آل سعود ولا الوهابي. أحسنتم ولا الله يحفظكم ولا دواعش ولا دواعش السياسة البرلمانية. أحسن سيدنا جزاك الله ألف خير موفق إن شاء الله. سلام غات جينا أبو رائد بصراحة إحنا اليوم ممكن حلقتنا كثير من الناس ممكن ما منتبه لهذا الموضوع فإحنا نطالب من هذا المنبر الشريف وهذه القناة المباركة انه راح نستمر احنا وياكم عندنا اسبوع المقبل ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل مايكروفون العراق. نريد مشاركاتكم اخوان احنا اعتبرونا الوسيله الاعلاميه لكم. اريد منكم انه كل انسان كل عنده غيره على دينه بصراحه عنده غيره على دينه وعلى اهل البيت سلام الله عليهم ان يتصل او اذا ما يقدر يتصل او ما يحصل الاتصال احنا تجينا هواي رسائل انه
الأخوة يقولون صعب الحصول على الاتصال، فعلا أنه يصير تزاحم بالاتصالات. أرسلنا مقطع فيديو عبر عن رأيك، صدقني احنا إذا بدينا بهذا المشروع إن شاء الله وعبرنا عن رأينا، المقابل والمسؤول عن هذا القانون اللي يريد يسنه يحسب لنا 100 حساب. فإحنا نريد من الأخوة إن شاء الله يساعدونا بهذا الشيء. عندك اتصال؟ الأخوة عندنا اتصال من أبو أحمد من كربلاء. السلام عليكم أخ أبو أحمد. سكتوا. تفضل حجينا أبو أحمد، أنت على الهواء مباشرة. العفو. السلام عليكم أخو أبو رائد، أخوي العزيز وأخوي أبو رضا العزيز. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يحييكم، الله يسلمكم عيوني، رحم الله والديكم. حقيقة إذا كان هذا القانون قدروا يسنوا ذوله، فيجب أن يقاتلوا زيارة عاشوراء كل الزائرين اللي يجون الكربلاء الملايين، لأنه فيها لعن أبو سفيان. نعم. ولعن يزيد ولعن معاوية. فيجب أن يحضروا شرطة وجيش من جميع العالم ليقبضوا على زوار زائري أبو عبد الله الحسين في ذلك اليوم. نعم. لأنهم سيلعنوا أبو سفيان وسيلعنوا يزيد وسيلعنوا معاوية في زيارة عاشوراء، فهل يستطيعوا أن يجلبوا معهم شرطة وجيش العالم ليقبضوا على هؤلاء الملايين؟ أحسنت. التي تقوم بزيارة عاشوراء. أحسنت. وترفض الظلم وترفض من قتل أبا عبد الله الحسين ومن تجرأ على دماء رسول الله وعترته. فهم أعتقد أنهم يحفظون قبورهم بأيديهم، مو يدقون آخر بسمار في نعشهم، وإنما يحفرون قبورهم بأيديهم. أحسن. هم ظلموا. نعم. واستمروا في الظلم والجهل بالشعب في حكومته كل خدماته، الكهرباء والطرق والحياة جميعها، لكنهم عندما يتجرؤون ويسنوا هذا القانون سيقبروا أنفسهم بأيديهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا يقبر يعني يحفرون قبورهم بأيديهم ويقبروا أنفسهم بأيديهم. صراحة بوجود هيك أصوات مثل هذا صوتك المبارك الرافض الأصيل الكربلائي، وحقيقة مو تعنصرا نقول كربلائي، لأنه الكربلائي نهج الحسين نهج الثورة ضد الباطل، نهج الثورة الرافضية الأصيلة الحسينية، البصراوي والعمارتلي والناس كلهم من ينهجون هذا النهج، هو نهج كربلائي، نهج كربلائي، صوت كربلائي، الحسين كربلاء، الحسين نعم كربلاء الثورة. نعم. تقول كربلائي، ما تقول كربلاء في عين كربلاء هي المدينة، لا، وإنما نعم تقول الحسين. أحسن. لأن الحسين صلوات الله عليه شنو قال؟ هيهات من الذلة كونوا أحرار. خلينا نعرض الفيديو. كونوا أحرار في دنياكم. مو عندك فيديو؟ نعم تفضل. بعد دا يسمعون مناشداتك واستجابوا لك. يا الله يا علي يا الله. تفضل أخي المخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. بهذا الصوت الشجي المملوء بحبه البيت عليهم السلام، اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وزيد وسار أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. بوركتم وبارك الله بكم على اهتمامكم بوضع في العراق، العراق الجريح الذي يئن من البترية والبكرية والمنظمات الإرهابية الداعشية البكرية، لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة، وبارك الله بكم. مع شديد الأسف هذه الحكومة البترية تسمى زورا وبهتانا الشيعية بين قوسين، هذه اللي تثبت وترسخ مبادئ أهل الخلاف أمثال عائشة الحميراء لعنة الله عليها في الدنيا والآخرة. والسلام إلى الشيخ الأسد ياسر الحبيب، هذا الصوت الشجي الشجاع المملوء بحب أهل البيت عليهم السلام، اللهم نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وشدة الفتن بنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبوركتم وحفظكم الله تعالى. وسلامي ونصرتي ودعائي إلى سماحة السيد المرجع الشيرازي على الله مقامه، وثبته الله وأيده بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن، جزاك الله خير الجزاء. نعم وبركاته. إخوانا اللي في العراق إن شاء الله مثل الأخ جزاه الله خير، والأخوة اللي سبقوه وصلوا صوتهم
وحتى نصرة والزهراء حقيقة هذه نصرة للسيدة المظلومة صلوات الله عليها، هي سيدة نساء العالمين الزهراء. سلام. يعني نعم هو ذكر الأخ، أنا ذكرني طبعا لما قال عائشة الحميراء، ما اللقب بهذا اللقب؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن خلي جرمون رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه إحنا قد ودنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونقول عائشة الحميراء. زين خلي شرد يسوي، خلي يسوي، يجي جني أقول له تعال يا عمي هذه كتبنا وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله، هو اللي قال هذه من هنا تطلع رأس الفتنة. نعم نعم، وأشار إلى وأشار إلى غرفة غرفة يميرها بيت. نعم. نعم. غرفة عائشة نعلة الله عليها، وقال حميراء. إذن هنا هذه الوقفة اللي نريدها من الأخوة الشيعة والرافضة في العراق، ونطالب من بصراحة أن يرتقي المنبر الحسيني في هذه الأيام وفي أي مناسبة كانت أن يتطرق إلى هذه المواضيع ويحشد الناس بصراحة ويخلون الهمم تزيد. جزاكم الله خير. العقيدة الجزء. العقيدة من حقنا ومن حق العالم كله نقوله، وتستاهل نقوله خط أحمر، مو أشخاص معرضين للانتقاد وممكن أن يوجه لهم سهام الانتقاد ونقول عنهم خط أحمر. لا، العقيدة خط أحمر. ومعنا بالاتصال أبو يوسف من بغداد. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله الحاج أبو رائد والحاج أبو رضا، والسلام إلى كل كادر البرنامج. وعليكم السلام. طبعا أنا سامع قبل. وعليكم السلام. طبعا أنا سامع قبل إنه هناك هيك أكو فكرة مثل هذا القانون الجائر، ولكن كنا نتوقع إنه هذا بعيد، لأنه على أساس البرلمان والبلد بلتي بمشاكل أخرى وليس أوانه، فهذا اللي كان يبرد قلبنا. ولكن الخبر اليوم حرق قلبي حرق، يعني أنه يريدون يقروه أو يناقشوه، هذا يعني أمر خطير، خاصة أن احتمالية إقراره كبيرة، فالكتلة السنية ستؤيده والكتلة السنية هي اللي أكيد اللي دعت إليه. أما الشيعة فمجزئين، خاصة وأن كتلة الصدريين قد عقدوا اتفاق شيطاني مقدس مع البعثيين والإرهابيين هاي الفترة الأخيرة. كل أفعالهم يعني كلها يعني تتأكد هذا الشيء. فقد صوتوا على قانون العفو العام مع الإرهابيين لإخراج الإرهابيين ليعودوا لقتل الشعب العراقي، وهكذا هناك قوانين أخرى، وأنا أعتقد حتى قانون مال الكهرباء حصة تصويت للكتلة الصدرية كان لهم حصة. يعني أنا ما أعاتب على غير كتل، بس هذولا منا وبينا على مدايدة أحكيم. صحيح صحيح. هذا استنكار من جنابك أستاذ حج أبو يوسف. أبو يوسف، الوقفة الرافضية الأصيلة ضد هذا القرار الجائر من عندكم شلون راح تكون؟ بأي طريقة؟ يعني حاج أبو رائد، هذا القانون شيطاني. نعم. جائر، فمن قدمه للبرلمان هم من أتباع الشيطان، ومن سيصوت له من أتباع الشيطان. ألف رحمة الوالدة. وأرجو كونكم منبر مهم، إن كانت لكم معلومات تفصيلية لكل من يصوت لأي قانون جائر، أن تنشروا أسماءهم، ونحن ومن في من يشترك في قناتكم أو في أي قنوات أخرى يجب فضح هذه الأسماء، خاصة إذا كانت من الكتل الشيعية. أكيد أكيد، على مود الناس يعرفون من أعدائهم. أخي أبو يوسف، إحنا لا ما عندنا خطوط حمراء ولا عندنا مدارات إلى جهة معينة، إحنا بصراحة قناتنا قناة الصراحة، وقناتنا لو حصلنا مثل ما تفضلت أي معلومة إن شاء الله راح ننشرها ونظل نعيدها ونقولها، حتى لو نضطر انه حتى نقعد ليالي نقعد بث مباشر في سبيل انه نوصل نقول هذا الفاسد. احسنتم احسنتم. يعني طبعا دائما انشر بالمواقع التواصل الاجتماعي أحسن المعلومات اللي عندي، يعني على مود على الاقل نعرف يا هو اللي من البرلمانيين اللي دي مرر هيك قوانين هاي واللي قبلها مثل قانون الكهرباء. الان انت الان صار عندك قانون الكهرباء لو لم يشترك بعض البرلمان من الشيعة لما مرر. ابو يوسف عزيزي، صار عندك وسيلتين انت تدافع بيها عن 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 اهل البيت سلام الله عليهم، وسيلة الانترنت اللي بإيدك وهذا صوتك اللي قاعد يوصل عبر هاي القناة.
احنا نوصل صوتك أكيد. لوين ما تريد، وريد من عندك ان تحث الناس اللي اهلك وناسك خلي ان شاء الله يصوروننا حتى لو فيديو دقيقتين مثل ما الاخوه الباقين، وخلي تكون عندهم شجاعه لانه هاي مساله دين ومساله عقيده. نعم نعم، وتستاهل التضحيه، حتى لو كان في تضحيه تستاهل التضحيه. يعني ذاك اليوم لما رادوا يغيرون مفوضيه الانتخابات دعا التيار الصدري الى مظاهرات عامه، صح لو لا؟ نعم. ودخلوا ووصلوا وسووا، وهذه ليش هذا القرار ما سمعوا به؟ يعني سيد مقتدى ما سمع بهذا القرار؟ ليش ما انتفض؟ لا اله الا الله. تفضل ابو يوسف، عفوا عن المقاطعه. يعني الجائرة داراق كله دا يأيدها، فهم يعني شلون؟ أنا هسه برأيي أنا الصراحة قبل من كان يعني أكو إرهاب على أساس جيش المهدي دا يواجه الإرهابيين، كنت حتى مرة من المرات انتخبتهم، بس يعني هسه دا أشوفهم هم يعني شلون ما أوصفهم غير أقدر كتلة أو فصيل شيعي، يعني البقية مو ملائكة، بس هم دا أشوفهم آخر فترة ما أدري يعني علينا مو يانا. نعم اخ ابو يوسف، ان شاء الله جزاك الله خير. انت احنا بختام البرنامج يمكن نعم نعم اشوفك منصورين احنا يعني. ابو يوسف ان شاء الله منصورين، وهذا القانون بوجود امثالك بوجودك هذا الصوت الرافض الحر ان شاء الله ما يستطيعون لا يقروا ولا يعملون به، وهاي المجالس مثل ما ذكرنا وهذه الشعارات الرافضية موجودة في كل مكان بالعراق، وما ممكن ما ممكن، لان عراق العلي والحسين عراق الرفض وعراق الجهر بلعن اعداء الله وبالاسم ايضا، وما عندهم اي مجامله واي تقيه، واللي عده هذه المجاملات والتقيه المغلوطه اخونا اذا انت ويانا على المباشر راح ننهي الحلقه هذه بهذه الروايه، خلي يروح يراجعها ويعيها من يعي ويشاهدها من لم يشاهد، وخصوصا اصحاب المنابر المجاملين لما سألوا رضوان الله عليه عمار ابن ياسر في صفين، قالوا له شنو جايين تقاتلين؟ علامة تقاتلون القوم؟ قال القوم يقولون أن عثمان مؤمن ونحن نقول عثمان كافر، يعني احنا جينا نقاتل، لان جماعة معاوية يقولون عثمان مؤمن، احنا جينا نقاتلهم واحنا نقول عثمان كافر. فأمير المؤمنين علي عليه السلام بمرأة ومسمع من مانها العمار ابن ياسر رضوان الله عليه، وما قال له هذه فتنة وطائفية ورموز القوم، وما يصير هذا عثمان بن عمي رفيق السلاح مثل ما كذب عليكم الوائلي أحمد الوائلي يقول ابن عمه ورفيقه بالسلاح ولد عم. على كل حال هاي الروايات موجودة في بطون كتبنا ومصادرنا نهاية برنامجنا بلي. نعم، وطبعا عتبي الكبير على مشاهدي قناة سيف هدك وصوت العترة، لأنه ما كان أشكر أخونا أبو سيف. نعم أبو يوسف نشكر. أنا عتبي على اللي ما اتصل. نعم أنت لا تستعجل علي. الله يسلمك. نعم، وشكر الجزيل المتواصل إلى الإخوان بالخصوص اللي بعثوا فيديوهات، جزاهم الله خير الجزاء، وبالدرجة الثانية اللي اتصلوا وشاركوا وأبدوا رأيهم. أنا بس أريد أخلي الإنسان الرافضة أو الشيعي يتخيل ويتصور في باله انه هذا الفيديو هو نصرة للزهراء سلام الله عليها، صوتها شلون يريد ينصرها. فاحنا ان شاء الله نستقبل الفيديوهات على ارقام اللي كانت موجودة عندنا بالواتساب ان شاء الله منا اذا يوم الثلاثاء وحلقتنا مستمرة وبرنامجنا مستمر في هذه الموضوع بصراحة المهم جدا المهم جدا. يعني صحيح هو مايكروفون العراق ومايكروفونكم، بس هذه العقيدة اللي تمس العقيدة احنا نريد نشارك بها اهلنا واخواننا، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايضا ملتقانا يوم الثلاثاء القادم وعلى برنامج ميكروفون العراق وعلى نفس الموضوع ان شاء الله، نبقى مع هذا الموضوع حتى نتمكن ان شاء الله من الانتصار بعدم سنة وعدم التصويت عليه وعدم قبوله. وياكم يا رافضة
إلى ذلك اليوم إلى يوم الثلاثاء الساعة الخامسة بتوقيت بغداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. السلام عليكم.